أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج كومنت. حلقة اليوم بها كثير من التفاصيل وبها محاور كثيرة وأخبار جديدة استوقفتنا في مواقع التواصل الاجتماعي وقلنا لازم نحكي بها وبتفاصيلها. أخبارنا اليوم مميزة، أكو أخبار لازم نحكي بها بها جانب إيجابي وأكو أخبار بها جانب سلبي، إحنا نحكي به في كل الأحوال. إذا كانت الأخبار سيئة أو جيدة، إذا كانت الأخبار بها مناشدة أو لغرض المعلومة للمشاهد. اليوم راح نبدي وياكم بأول خبر. أول خبر هو سيناريو، هو أشبه بسيناريو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي عن فتاة تكلمت بي عن موقف صار وياها. راح أحكي لكم الصاير بهاي القصة أو الستوري هذا. طبعا هي تغريدة كانت بالتويتر لفتاة أو بنت عراقية أشبه بسيناريو سينمائي، يحكي عن موقف لبنية دا تساعد عامل نظافة. طبعا لبنية تقول من فرحتي بهذا الشخص اللي شفته ينظف الجسر انطيته فلوس، بس ما قبل ياخذ لأن طلع الشخص اللي دا ينظف هو أستاذ جامعي يحمل شهادة الدكتوراه بعلوم الفيزياء وراتبه 5 مليون، بس دافع النظافة وحبه للوطن دفع بأن ينظف هذا الجسر. يعني فعلا موقف وقصة نحتاج نقف، يعني نقف عندها لساعات. نشكر البنت لأن نقلت هذه القصة، لو نشكر الأستاذ أو الدكتور اللي كان ينظف ومو شغله، بس حبه للنظافة وحبه لوطنه ولجمال بلده نزل ينظف، شافك أوراق بالشارع نزل يشيلها. الناس انقهرت عليه، دا ينطوه فلوس لكن هو ما قبل، قال له أني دكتوراه بعلوم الفيزياء بس ما أقدر أشوف هاي النفايات اللي موجودة بشوارع العراق وشوارع بغداد وأسكت وأعوفها وأمر بسيارتي كأنه ما شفتها. لا، نزلت من سيارتي حتى نظف هذه الأماكن أو هذه النفايات أشيلها من الشوارع. شكراً، يعني جد شكراً لك دكتور لهذا الموقف الجميل الذي يحسب لك ولعلمك ولثقافتك وحبك للوطن. شكراً مرة ثانية. ننتقل لخبر آخر. طبعاً يوم أمس طلعوا لنا الصورة، هذه الصورة انتشرت بكثير بيجات بمواقع التواصل الاجتماعي. خباطة تحشر تحت جسر أو أحد جسور بغداد، تحديداً شارع فلسطين بالقرب من مول النخيل في العاصمة بغداد. اللي هنا أوكي، هذا الخبر اللي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي. هنا أنا أريد أوجه كلمة تساؤلات، ما أدري شو تسموها أنتو، سموها المرور وين؟ مو مانع هاي السيارات، المفترض مانعين هاي السيارات الكبار تدخل بهيك أماكن أو من تحت الجسر. طبعا سوت ازدحام مو طبيعي بهذا، طبعا فترة دوام ووقت دوام صار الحادث، صار ازدحام. يعني الناس شو تسوي؟ الناس تضحك على الموقف، ساعد ابو السياره ابو الخباطه اللي كان حاشر، بقت يعني بقى المرور عاجز عن ان يفعل شيء، يعني الا يهدون الجسر بمعاناه بصعوبه جدا لساعات طويله. يلا قدروا يطلعون الخباطه من تحت الجسر. طبعا هذه المشاكل اذا نريد نحكي بجانب اخر او بجانب ثاني، فهي المشاكل هي اللي تسبب الازدحامات. الحوادث اللي تصير بالشارع هي اللي تسوي ازدحامات. اليوم استوقفني أو بطريقي للقناة شفت حادث لأربع سيارات على سريع محمد القاسم. زين، يعني أوكي، غير شوارعنا مو مرتبة مو مضبوطة، كلها حفر كلها طسات، المرور وين؟ أمانة بغداد وين؟
نظل احنا نناشد ونطالب يابا شوارع لازم إدامة، لازم تسوون شوارع ثانية، جسور ثانية. الناس يعني أوكي، يعني عدد السيارات اللي موجود ببغداد هائل جداً، يعني لحد الآن ماكو نسب دقيقة للمرور بشأن السيارات أو وجود عدد السيارات ببغداد، لكن لازم نسوي شيء إحنا حتى نخفف من الازدحامات المرورية. إيش قد المرور يبقى يوقف وينظم السير، لكن إحنا عندنا يعني عدد كبير من السيارات، يعني ما المفترض تبقى هذه الشوارع بدون إدامة، بدون إعمار، بدون ترميم الحفر والتفاصيل اللي موجودة بشوارع بغداد عامة، وكو كثير طرق مسدودة. يعني إحنا نسد طرق لو نرجع نبني طرق لأن أعداد السيارات صارت أكثر. نتمنى أمانة بغداد، نتمنى المرور العامة تسمع هذه المناشدة وتسوي لنا حل للسيارات، للشوارع، لتجنب اللي دا يصير بالشوارع من حوادث وكوارث دا تصير وناس دا تموت بيها. هذا كان الخبر المؤسف، صح دخلنا بكثير تفرعات بهذا الخبر، لكن إذا نريد نحكي على المرور نحكي على الدراجات، على التوك توك اللي موجود بالشارع، على الحوادث، نحكي على الطرق، نحكي على الحفر اللي موجودة بالشوارع، نحكي على شوارع مسدودة ومغلقة من سنوات. إذا نريد نحكي على المرور وأمانة بغداد يحتاج تعاون بهذه الفترة. بس هذا اللي نطلبه من أمانة بغداد، من المرور. ننتقل لخبر آخر. خبرنا الآخر هو ستوري ثاني وقصة جميلة ثانية، راح أحكي لكم الستوري أو القصة وبعدها نشوف التفاصيل بالصور. طفل مريض، هذا الطفل طلب من والده، طبعا أول شيء نحكي بوالده، من والده حالته ضعيفة جدا. الطفل طلب من والده لحبه وعشقه لسيارات التشارجر، طلب من والده أنه يريد يطلعه برحلة أو بنزهة أو يفتر بالسيارة التشارجر تحديدا. فوالده ما عنده الإمكانية أنه يقدر يشتري سيارة تشارجر والطفل مريض. فاللي صار أنه والد الطفل كتب بإحدى الجروبات على الفيسبوك، طبعاً هذا الجروب يخص سيارات التشارجر وتجمع لسيارات التشارجر، قال أنه ابني مريض ومحتاج لفرة أو مشوار بأي سيارة لابني. طبعاً خلال ساعتين بس من المنشور ما نزل 318 شخص أبدأ استعداده لعمل مشوار ونزهة للطفل. خلونا نشوف التعليقات أو بعض من التعليقات اللي أجدتي على البوست هذا. مثل ما نشوف هذه التعليقات وكثير من الأشخاص عرضوا سياراتهم بالتعليقات، أنه هذه سيارتي إذا يحب هذا اللون أو يريد يصعد بسيارتي أنا ما عندي مشكلة. وكثير من الأشخاص طبعا هذا الطفل ونزل إلى فيديو أنه دا يريد يطلع بشارجر. حلو الخبر، نتمنى نسمع أنه هو طالع بسيارة شارجر هذا الطفل. وأكيد أنا همينة شفت الفيديو نزل ولبوا الدعوة إله، وكثير من الأشخاص همينة قالوا إحنا مستعدين لأي مشوار هو يحب، لأي مكان هو يحب إحنا مستعدين نوديه. هذا يعني شكراً للشخص يعني اللي طلعه، واللي أي شخص كتب بتعليق أنه أنا جاهز ومستعد لأي رحلة أو أي مشوار لهذا الطفل. وشكراً لوالده لأنه هو بادر وقال أنه أنا ما عندي أو ما عندي إمكانية حتى أقدر أودي ابني هيك مشوار فطلب من الناس. وشكراً لكل شخص ساهم بهذا الموضوع وبهذه المبادرة. ننتقل لخبر آخر. طبعاً هذا الخبر مهم، امبارحة أو يوم أمس قلنا لازم نحكي بهذا الخبر، بالتالي كثير ناس محتاجة وكثير ناس تتمنى هذا الموضوع. طبعاً هو بتوجيه من ممثل المرجع السستاني، العتبة الحسينية تعلن إطلاق مبادرة لعلاج المواطنين مجاناً في كافة المؤسسات الصحية الخاصة بها ولمدة 20 يوم.
مثل ما نشوف هذه الصور لمراجعين أو ناس مريض. طبعا مبادرة جميلة ومبادرة تستحق أنه إحنا نتكلم بها ونعرضها ببرنامج كومنت، لأن أرجع وأقول كثير ناس محتاجة وما عندها الإمكانية أنه تعالج نفسها. فنتمنى أنه كثير من المؤسسات وكثير جهات وحتى مؤسسات الدولة الصحية نتقدم المساعدة للناس المرضى، تكون على قد مسؤولية أنه شخص مريض جايني ولازم يتعالج أو لازم أعالجه، مو أتحجج في أنه ماكو علاج أو ماكو هذه التفاصيل أو لازم يلزم سرى وهو مريض وتعبان. وشكراً، شكر كبير للعتبة الحسينية، لأن دائماً هذه المبادرات مستمرة من قبلها، وشفنا كثير أمراض وكثير حالات صعبة جداً حتى سفر لخارج العراق فهي سفرت. شكراً مرة ثانية. ننتقل لخبر آخر. خبرنا الثاني هو جميل جداً. شاب من الناصرية، هذا هم ستوري أو قصة رح نحكي بيه، بس هاي القصة مختلفة لصعوبتها. شاب من الناصرية يتحدى جاذبية الأرض بفن التوازن. رح تقولوا لي هيلين شلون؟ إبراهيم سوى الحل. إبراهيم صادق يمتلك موهبة، يقدر يسوي كل هذا بخفة وبتوازن. رح أحكي لكم قصة. طبعا شاب يملك موهبة فريدة من نوعها تقوم على تحدي قوة الجاذبية الأرضية بدقائق قليلة. يستطيع وضع كؤوس مملوءة بالشراب فوق بعضها ومن حوافها دون أن تسقط، أو يأتي مثلا بطاولة خشبية ويثبتها على أحد أرجلها وعلى يعني أعلى من عدها يخلي زجاجة عصير مملوءة بعصير. طبعا إبراهيم هو أيضا ممرض فني في دائرة صحة ذي قار، وحاصل شهادة بممارسة هوايته في المنزل. طبعا صار له 5 سنوات هذا الموضوع ويتدرب على هذا الموضوع وعلى هذا فن التوازن، يعني بالتالي فتشي كل جميل، ونحن نمتلك قليل من هذه المواهب أو من هذه الموهبة. مثل ما نشوف أنه هذا تحدي. خلونا نشوف الصور مرة ثانية. طبعاً إبراهيم قال أنا أول شخص أقدر أوقف 6 قناني غاز فوق بعضها بدون أن تسقط، ولفترة يعني طويلة، يعني مو شوية وتوقع على قد الصورة. لا يعني شكراً يعني لهذا الفن ولهذه الموهبة. ومن الضروري جداً برنامج كومنت يسلط الضوء على كل شخص موهوب مثل إبراهيم، وإحنا نشكراً، ويا رب أنه أكو جهة تقدر وتنمي هذه المواهب اللي موجودة عندنا. يا ريت أكو جهة تتبنى هذه الموهبة اللي عند إبراهيم ونشوفها عالمية، مو بس محصورة داخل بيته. هذا كان خبر إبراهيم الشاب الموهوب اللي يتحدى جاذبية الأرض. ننتقل لخبر أخير. هذا الفيديو جميل جداً، وبكمية من العاطفة والإنسانية والعفوية. طفلة تبكي على صديقها، صديقها هو طائر مات. طبعاً هذا الفيديو حصد 5 مليون مشاهدة خلال 6 أيام بس. خلونا نشوف شلون كانت تبكي عليه وش سوت على الطير مالتها من مات. يعني ما أدري شنو أقول، بس جد كلش مقهورة عليها وعلى الحرقة، وشون دا تبكي بشهقة.
حياتي الله يصبرك على الطير. طبعا يعني تعليق صغير، الغريب بالأمر نحن كلنا يوما ما نمتلك هذه العاطفة والحب، إلا أن الأيام والمصاعب والحياة جعلت منا لا نشعر بالألم لأشياء بسيطة. فهذه الطفولة وعفوية هذه الطفلة عندما تكبر تتغير. هذا كان ختام أو هذا خبرنا الأخير لليوم. هذا كل ما موجود اليوم بالسوشيال ميديا وبرنامج كومنت. نلتقي غد، شوف شنو يصير أخبار وتفاصيل نحكي بيها، ونطالب في حال إذا كانت أكو مناشدات تجينا عبر البرنامج خلال التعليقات اللي تنزل بالسوشيال ميديا، السوشيال ميديا لقناة الرابعة، نستجيب إحنا ونطلع ونسولف في كل الكومنتات اللي تجينا وكل المناشدات. دائما إذا تحبون تقدمون المناشدات فتحت أي تعليق أو تحت أي بوست لبرنامج كومنت تقدرون تكتبون. اليوم تكلمنا بكثير تفاصيل وكثير معلومات حكينا بيها. نلتقي باكر من تصير أحداث جديدة وأخبار جديدة تستوجب من عندنا إحنا نتداولها ونتكلم بيها ونناشد في حال كانت مناشدة إلها. نلتقي غد في أمان الله.